أبوابهم منقوش على أبوابهم. ومن جديد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم. ضيفي لهذه الحلقة هو رجل خرج من رحم المعاناة، رجل لم ينطبق عليه المثل الذي يقول لقد ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، بل تحمل الكد والتعب، تحمل النار واللهب، كان لأولاده نعم الأخ والأب، ورسم لهم الطريق والدرب المزينة بالألماس والياقوت والذهب، من عرباية خضار متجول بالشارع إلى أفرع في شتى أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. كما عودناكم نحن نستضيف الناس الذين لهم بصمة واضحة، وكما قال المثل لكل مجتهد نصيب. ضيفي وضيفكم لهذه الحلقة السيد خالد عبد الحميد، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك ستي، حياك الله، شرفتونا وتشرفنا بكم، اهلا وسهلا فيكم من برنامجكم الطيب والشيق، وما شاء الله عليكم، يعني هاي فرصه سعيده انا بسعد فيها فيكم وفي كل من طرفكم، اهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم الطيب. شكرا لك سيد خالد، او الشهير بابو العبد. ابو العبد الله يرضى. ابو العبد، لو حبينا نعرف الساده المشاهدين في البدايه، من هو ابو العبد؟ كيف بلش حياته؟ كيف كانت طفولتك؟ كيف بلشت شغل؟ كيف بلشت في هذا المجال؟ شو من أين جاءت هذه الفكرة للاستثمار في الخضار والفواكه حتى تسلسلت هذه الأفرع في المملكة الأردنية الهاشمية؟ والله يا ستي، بداية شكر لله عز وجل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، وبتقدم في بداية البرنامج الشكر والتقدير والعرفان لمعلمي وأستاذي السيد غازي أحمد، أبو أحمد، اللي تربيت في بداية عمري عنده وتعلمت هذه المصلحة وهذه المهنة على إيدي. فأنا بداياتي كانت على عربية متجولة منذ طفولتي، من الصغر يعني، وكنت ألف بشوارع الزرقاء، أبيع في المخيم، في شوارع الزرقاء، بشارع الجيش، بسطات على في مجمع عمان الزرقاء القديم، والحمد لله رب العالمين. لما تعلمت وكبرت شوي تزوجت، فضل الله تعالى ربنا رزقني بالخلفة، قررت أني أسوي مشروع إلي مستقل، يعني كنت أشتغل شقي، فحبيت الاستقلالية أني أشتغل لحالي، وكانت هاي بدايتي والحمد لله رب العالمين. اشتغلت بعدة يعني
مجالات في مجال الخضره طبعا، في عده محلات، في عده مشاريع. فقلت لما استقليت لنفسي الحمد لله رب العالمين، وربنا الحمد لله رزقني باولاد كبروا ما شاء الله وساعدوني والفضل لله عز وجل، ثم لاخواني كانوا معي يشتغلوا برضو الحمد لله عانوني بعد الله عز وجل هو المعين الاول، ووقفنا على رجلين الحمد لله رب العالمين، والحمد لله باللي انت شايفيته هسه فضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكر فضله. سيد خالد، في البدايه حابين تعرفنا عن هذه الافرع، اول فرع امتى تم تاسيسه، وبعد ذلك الى اين تفرعت في المملكه الاردنيه الهاشميه؟ اول فرع كان في المدينه الرياضيه، طبعا الفروع الرئيسيه انا بحكي لك، انا اشتغلت في عده مجالات اخرى، كنت امول مولات بالخضار والفواكه، مجموعه مولات كبيره. نعم. وكنت امولها بخضار وفواكه تمويل كامل، بالخضار والفواكه كامله وفروع عديده يعني. ولكن لما صارت الاستقلاليه استقليت لوحدي الحمد لله رب العالمين، فتحت اول فرع اللي هو في المدينه الرياضيه شارع الحديقه المروريه، كان اول فرع بسنه 2015 نهايتها. نعم. اواخر 2015، فلأسباب فنية صارت في الشارع لضيق المكان والاصطفاف اضطرينا أن نغلق هذا الفرع. نعم. وأغلقنا، والآن حاليا الحمد لله رب العالمين أنا في فرع ثاني بالهاشم الشمالي. نعم. مجال مدرسة نايفة، وفرع ثالث في منطقة طبربور أبو عليا. نعم، سمعنا أن هناك فرع يتم تجربة في منطقة جرش، وفرع آخر في منطقة جرش في ظهر السرو. نعم. نعم. ان شاء الله يا رب بيصيروا بدل ثلاث افرع 13 فرع. الله يبارك فيكم، الله يخليكم. القامات التي الله يرضى عنكم تتعب بتستاهل انها تكون صراحه وتوصل. الله يخليكم، الحمد لله رب العالمين فضل الله عز وجل. لو حبينا نحدث الساده المشاهدين عن طريقه استثمارك في الاردن، كيف لقيت الاستثمار، خصوصا وانك في الكواليس اخبرتني بانك قد سافرت الى عده دول منها العربيه ومنها الاجنبيه، وكنت تنتظر لحظه هبوط الطائره الى مطار الاردن حتى تستعيد انفاسك. وهذا كلام لا يختلف عليه اثنين، فضل الله تعالى عز وجل، وفي ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. آمين. أنا من لله عبد، زرت عدة بلاد، ولكن فضل الله تعالى كما أخبرتك في حال وصولي لمطار الأردن أو للحدود الأردنية إذا كانت برا أشعر بأن النفس استعدته من أول أبوشت، من يعني من مجرد وصولي للحدود الأردنية أو لمطار الملك علي الدولي بشعر اني انسان رجعت لوطني لمقري الرئيسي، للمقر اللي بشعر انه نفس فيه نفس نقي ونفس صحيح 100%. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على انتمائك لهذا البلد. فضل الله تعالى، الحمد لله. الحمد لله. تستثمر في اي بلد اخر وبترجع تستثمر برضه في الاردن. شغلي كله هون الحمد لله رب العالمين، وعيشتي هون، وبتمنى على الله عز وجل اذا جاء الاجل يكون في هاي البلد وعلى تراب هاي البلد وتحت تراب هاي البلد اندفن. ربنا يطول بعمرك. الله يرضى عنك. حدثني عن أبنائك يا سيد خالد. الله يخليك، عندي الأول الله يرضى عنه ويحفظه عبد الحميد أبو خالد، ما شاء الله عنده بنت وعنده ولد، ما شاء الله الله يرضى عنك، ما شاء الله مستلم فرع أبو عليا في طبربور، ما شاء الله. عندي الثاني محمد أبو جوري، عنده جوري فقط لا غير، الله يخلي لك، وحاليا مستلم فرع الهاشمي هون. وعندي أحمد الثالث عريس جديد تراجع من شهر العسل، هل اليوم اللي احنا بنحاكيك في كمان ساعتين او ثلاث ان شاء الله برجع من تركيا ان شاء الله، وبامر الله تعالى راح يستلم فرع جرش ان شاء الله ان شاء الله. وعندي بنت وحيده اسراء، الله يخلي لك اولادكم، طبعا هاي راس القائمه وست الكل الست الكل. وعندي عمر بعده صغير 12 سنه، والحمد لله هيك الاحفاد هو الاولاد. طبعا لو حكينا انه كل هذا التعب الواحد ما تعبوا علشانه، تعبوا عشان اولاده، ما بنكون بنكذب. كلام سليم. انك انت بلشت من الصفر، بلشت من عربايه وكنت تشتغل في محلات وعند الناس وكذا، بس لما حسيت انه اولادك بلشوا يكبروا قلت خلاص لهون اكتبوا بكفي، لازم ارسم لهم شيء يامن حياتهم. والله قدرنا يا رب. اكيد. فبلشت انت تامن في حياتهم وتفتح لهم في هاي المحلات، وزي ما بيحكوا خرجت من رحم المعاناه. الحمد لله. وبنيت نفسك بنفسك. فضل الله تعالى، فضل لله، وربنا يشهد والكل يشهد، لا عندي ورثة، لا ورثت ولا وراي ولا قدامي، ولكن الحمد لله رب العالمين الميسور هو من الله عز وجل، ثم ثمرة التعب. الحمد لله، وأكيد ثمرة التعب شوف دائما لا نبحث عنها فقط ماديا، أكيد استثمارك إن شاء الله ناجح بأولادك. هذا فضل الله عز وجل، هو هذا أهم استثمار، فضل الله تعالى إني قدرت أربيهم التربية الصالحة، وإن شاء الله إنها تكون تربية صالحة عند الله عز وجل ثم عند العباد، وفضل الله تعالى الحمد لله
ما في واحد فيهم الله يرضى عنهم مثل ما أنا كنت مطيع لوالدي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الجزاء من جزاء من جنس العمل. ربنا بعث لي أولاد إن شاء الله أنهم مطيعين. هذا إن شاء الله. التوفيق أصلاً من بر الوالدين. الحمد لله رب العالمين. رضا الله ثم رضا الوالدين. فضل الله تعالى. الله يرضى عنك. رحمة والدي الله يرحمه مات وهو رضيان عني، والوالدة عندي الله يخليها ويطول عمرها ويحفظها. فضل الله إن شاء الله إنها راضية عني وربي يجعلها دائما راضية عني. آمين يا رب. آمين. الله يخليك. لو أردنا التحدث عن الجائحة اللي ربنا لا يعيدها على هذا البلد. اللهم آمين. ربنا جائحة كورونا. شو تأثرتوا بجائحة كورونا؟ والله يا ستي فضل الله عز وجل. أنا ما بحكي عن نفسي شخصيا، بحكي عن كل البلد. التأثير تأثير كامل شامل على كل أنحاء المملكة، من الأفراد ومن الشركات ومن المؤسسات ومن القطاع الخاص والعام بشكل كامل. الكل تأثر، ما في حدا ما تأثر، ولكن الحمد لله رب العالمين. قدر الله وما شاء فعل، هذا شيء من الله عز وجل ولا اعتراض لحكمه. ندعو الله عز وجل أنه يشافينا ويعافينا ويبعد عنا البلاء ويشافي كل عباده إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله عنك وعن أفرعك. حبيت أسألك كم موظف عندك؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الله إذا جيت أحصيهم صح فما يقارب 30. ما شاء الله. اضطريت أنك تستغني عن بعض الموظفين في جائحة كورونا؟ والله يا ستي فضل لله تعالى عز وجل، وأنا عندي تسجيل صوتي بقدر أسمعك إياه الآن. هذا الحكي كان أول امبارح. بالنسبة للظروف السائدة والحالية اضطريت أني أنزل بعض الأجار. نعم. بموافقة الموظفين كامل، بموافقتهم وبرضاهم، بشيء معقول بحيث لا تنضر المصلحة ولا هم ينضروا، ولا إني أستغني عن أي شخص من الأشخاص الموجودين، ولا أستغني لا ضرر ولا ضرار، ولا إني أقطع رزق واحد فيهم سواء كان صغير أو كبير، سواء في موظفين صار لهم فترة طويلة بيشتغلوا معي أو عانوا معي من الصغر، يعني اشتغلوا معي وإحنا كنا مع بعض بدينا بداياتنا مع بعض والآن هم حاليا عندي بيشتغلوا، ما بقدر أستغني عن أي واحد فيهم لأنه يعتبروا مثلهم مثل أولادي، كلهم أصحاب عائلات وأصحاب بيوت. فالظروف يعني ألزمتنا بأنه ننزل بعض الأجر، وشيء معقول وليس بالشيء اللي مهول لا سمح الله أنه يمنع عن الأكل أو عن الشرب، لا يعيش عيشته اللي متعود عليها، ولكن شيء من ضمن اختصار المصاريف بالمعنى الأصح. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيد خالد، في الفترات التي كانت فيها الإغلاق الكامل هل التزمت بدفع رواتب لهذه الأسر؟ نعم، التزام كامل 100% وموجودين، وهيهم الشقيلة كلهم بيشهدوا. إذا في واحد فيهم لا سمح الله إني خصمت عليه قرش أو خصمت عليه أجار أو خصم بما فيهم أجار المنشآت كان يتم دفعه كامل. طبعا ونحن في داخل محلات السيد أبو العبد وجدنا الالتزام بأوامر الدفاع من كمامات ومن قلفزات كيف يعني خلينا نحكي كيف بتشجع موظفينك انهم يلتزموا، زباينك انهم يلتزموا باوامر الدفاع حتى نحد من 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 انتشار هذه الجائحه؟ والله يا ستي انا يوميا بفتحوا الساعه 8 الصبح، اول شيء اول واحد بيجي بداوم ابني محمد، كل موظف عنده فورا بكيت الكمامات موجود، يعني عادات السلام العامه كامله موجوده بما فيها الهيجين بما فيها الكلفزات موجودة، بوزعها على الموظفين في بداية قبل بدء العمل مباشرة بشكل يومي، وبتتم المتابعة من قبل بعضهم. أي واحد من الشغيلة بحاول أنه ينزل الكمامة أو يشيل الكمامة عن ثمه أو يشيل الكلفز من إيده فورا الشغيل الثاني بنبه. طبعاً يا جماعة حبيت أنوه على شغلة أنه إحنا بالعامية خلينا نحكي لما منفوت على أي محل وبتطلع فيك من الباب بيحكي لك إذا مش لابس كمامة اطلع برا. في محلات أبو العبد حتى لو ما كنت لابس كمامة أو جلفسهم بزودوك بالكمامة وبالجلفزات. نعم نعم نعم. يعني زي ما بيحكي مثلا لاقيني ولا تغديني ملقاهم كتير حلو. محلات ما شاء الله تتميز بجودة الخضار خلينا نحكي بالطراز الأول، يعني أكثر من أنه ما بدي أحكي ما شاء الله ما شاء الله. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. لو حبيت أنك توجه رسالة لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، شو بتكون هاي الرسالة؟ والله رسالتي كل الحب والتقدير والاحترام لمولاي وسيدي صاحب الجلالة المعظم الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه والعائلة الهاشمية. أتمنى الله على الله أن يزيح هذه الغمة وهذا البلاء عنا وعن جميع يا رب الدول العربية والإسلامية جميعا وجميع دول العالم، لأننا لا نتمنى سواء كانوا مسلمين أو سواء كانوا
مسيحيا لا أتمنى على الله إلا الشفاء العاجل للجميع ورفع الغمة والبلاء عن الجميع إن شاء الله. وجلالة سيدنا ربنا يحفظه ويرعاه ويديمه فوق رؤوسنا، ما قصر مع صغير ولا مع كبير في هذه الجائحة، والحمد لله رب العالمين. نحن نحمد الله على ما نحن عليه وعلى ما نحن فيه، الحمد لله رب العالمين. إحنا في الأردن فضل الله تعالى. بالنسبة للمرض هذا لو شافوه في بلاد برا شو وضعه، بيحمد الله عز وجل مليون مرة على هم فيه، فضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. وبدي منك كمان رسالة صغيرة للأجهزة الأمنية والعيون الساهرة وجهاز المخابرات. كل الاحترام كل التقدير وكل المحبة والود لجهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني، جهاز الدفاع المدني وجهاز الجيش العربي، ما شاء الله عنهم، كانوا في كل وقت احنا نحط روسنا على الفراش وننام، وهم العيون الساهرة اللي بعد الله عز وجل ترعى وتحفظ هذه الأمم الموجودة، الحمد لله رب العالمين. في ختام هذا اللقاء كنت سعيد كثير بلقائي معك سيد خالد عبد الحميد، شكرا لاستقبالك لنا. الله يخليك يا ستي، الله يرضى عنك، من لطفك يا ستي، من لطفك. هل تحب أن توجه أي رسالة عبر شاشتنا لمن أردت يعني؟ والله رسالتي لكل الناس، ولكل إنسان على وجه البسيطة، أن يتقي الله في عمله، يتقي الله في نفسه، يتقي الله في بيته، يتقي الله في موظفينه إذا كان صاحب منشأة، وقدر المستطاع أنه يتحرى القرش الحلال، لأنه ربنا بيطرح فيه البركة وبيبارك فيه في عمره وفي أولاده وفي رزقه وفي كل شيء، يتحرى الحلال قد ما يقدر ويبعد عن الحرام، وإن شاء الله ربنا يبعدنا عن الحرام جميع يا الله، وبدعو الله عز وجل أنه يبعد هالغمة ثاني مرة كمان مرة، بدعي ربنا أنه يزيح الغمة عنا ويزيح البلاء يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا كثير لك سيد خالد. الله يخليك يا ستي، تشرفنا فيك. مشاهدينا الكرام شكرا لكم ولاستماعكم لهذا الحديث الشيق مع السيد خالد، وكما عودناكم نحن في وطن نختلف فيه ولكن لا نختلف عليه. دمتم برعاية الله.